هذا الفيديو برعاية لعبة المدرب الأفضل OSM. هي لعبة تدريب رائعة تشمل جميع الدوريات العربية والعالمية. اللعبة ممتعة وتنزيلها مجاني في الهواتف المدعمة من أندرويد وآيOS. ستجد بوصف الفيديو رابطا لفيديو يشرحها بالتفصيل ورابط تحميل اللعبة. شهد سوق الانتقالات الصيفية الذي أسدل الستار عليه رسميا منذ أيام قليلة انتقال العديد من النجوم العرب لأندية جديدة في مختلف الدوريات حول العالم، خاصة بعد تألق بعضهم خلال منافسات كأس العالم الأخيرة بروسيا وبحث البعض الآخر عن خوض تحد جديد. لذا في هذا الفيديو سأقدم لكم أقوى 15 انتقالاً للنجوم العرب في صيف 2018، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، المرجو الاشتراك في قناة ميد سبورت وضغط زر الإعجاب لتشجيعنا. أيوب الكعبي. تألق المهاجم المغربي اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين حجز له مكاناً أساسياً في قائمة أسود الأطلس التي شاركت في كأس العالم الأخيرة بروسيا، كما جعله هدفاً رئيسياً لعدة أندية أبرزها الزمالك المصري وكلوب أمريكا المكسيكي، إضافة إلى هيبي فورتشن الصيني الذي نجح في ضم صاحب 25 عام لمدة موسمين ونصف قادماً من فريق نهضة بركان المغربي مقابل 6 مليون يورو، مع استفادة النادي المغربي من نسبة 30% في حالة انتقال اللاعب إلى فريق آخر. عمر عبد الرحمن. في صفقة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم الإماراتي الشهير بعم موري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي العين مقابل 14 مليون يورو، بما يوازي 60 مليون ريال سعودي، حيث حصل النادي الإماراتي على 45 مليون ريال سعودي، بينما حصل اللاعب على 15 مليون ريال سعودي، لتصبح صفقة انتقال صاحب 26 عام هي أغلى صفقة إعارة عربية في التاريخ وثاني أغلى صفقة إعارة في العالم بعد انتقال غونزالو هيغواين معاراً من يوفنتوس إلى ميلان مقابل 18 مليون يورو. نور الدين أمرابط. بعد مسيرة حافلة في ملاعب القارة الأوروبية، قرر النجم المغربي الانتقال إلى الدوري السعودي وتحديداً إلى نادي النصر قادماً من واتفورد الإنجليزي لمدة 3 سنوات مقابل 6 مليون يورو. وأشارت بعض التقارير أن صاحب 31 عام تلقى العديد من عروض الانتقال، إلا أن النادي السعودي كان مصمماً على حسم الصفقة بسبب أداء اللاعب المميز رفقة منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا، إضافة إلى خبرته الكبيرة من خلال تواجده مع أندية أوروبية عديدة أبرزها إيندهوفن الهولندية وغالاتاسراي التركية ومالاغا الإسباني. فيصل فجر. نجم مغربي آخر بصم على خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية بعد أن انتقل إلى نادي كان الفرنسي قادماً من ختافي الإسباني لمدة 3 مواسم دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية أشارت أنها بلغت 2 مليون يورو. في المقابل تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها صاحب 30 عام عن ألوان النادي الفرنسي، حيث سبق وأن لعب بصفوفه على مدار 3 مواسم في الفترة بين عامي 2011 و2014. أحمد حسن كوكا. أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم المصري قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، إلا أن بعض التقارير تفيد بأن التعاقد جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود خيار البيع النهائي. وكان صاحب 25 عام قد انضم إلى النادي البرتغالي في صيف 2015، حيث شارك معه في 101 مباراة على مدار 3 مواسم سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 15، كما توج مع الفريق ببطولة كأس البرتغال. منير محمدي. بعد أن بصم على مستويات رائعة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخير بروسيا، قرر نادي مالاغا الإسباني الهابط حديثاً إلى دور الدرجة الثانية التعاقد مع الحارس الدولي المغربي صاحب 29 عام في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم قادماً من نادي نومانسيا. وهبي الخزري. لاعب الوسط التونسي انتقل بشكل رسمي إلى صفوف ساني تيان الفرنسي قادماً من ساندرلاند الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2022 مقابل 10 ملايين يورو، ليصل بذلك إلى المحطة الفرنسية الرابعة في مشواره الاحترافي بعد أن دافع عن ألوان باستيا الفرنسية في عام 2009 قبل أن ينتقل إلى بوردو في 2014، ومنه إلى ساندرلاند الذي أعاره خلال الموسم الماضي إلى رين الفرنسي.
كيفين مالكويت. بعد فشل مسؤولي نابولي في تلبية طلب المدرب كارلو أنشيلوتي بالتعاقد مع شيمي فيرساليكو المنتقل حديثا إلى إنتر ميلان، قرر نادي الجنوب الإيطالي التوجه نحو الظهير الأيمن الفرنسي ذو الأصول المغربية ليتم الإعلان عن انتقاله إلى نابولي بشكل رسمي قادما من ليل الفرنسي مقابل 13 مليون يورو وبعقد يمتد لأربعة سنوات. يذكر أن اللاعب هو شقيق سمير مالكويت اللاعب السابق للرجاء المغربي، وسبق له أن تلقى اتصالات عديدة للدفاع عن ألوان منتخب المغرب، إلا أنه أبدى الكثير من التردد آنذاك. حمزة مندل. بناء على رغبة المدرب دومينيكو تيديسكو، قرر نادي شالكا الألماني التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي قادما من ليل الفرنسي لمدة خمس سنوات مقابل 7 مليون يورو ليجاور مندل مواطنه أمين حارث الذي يلعب في شالكا منذ الموسم الماضي ويعتبر أحد نجومه البارزين. في المقابل عبر صاحب العشرين عام عن سعادته بالانتقال للأزرق الملكي قائلا: إنه وقت مغامرة جديدة، سعيد جدا بالانتقال إلى نادي شالكا. إسلام سليماني. المهاجم الجزائري قرر خوض تحدي جديد خارج أجواء البريمير ليج بالانتقال إلى الدوري التركي عبر بوابة نادي فنربخشة الذي نجح بضم اللاعب قادما من ليستر سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء. وكان صاحب 30 عام قد انضم إلى النادي الإنجليزي في صيف 2016 مقابل 30 مليون يورو قادما من سبورتينغ لشبونة، وخرج معارا في يناير الماضي إلى نيوكاسل يونايتد قبل أن يعود إلى الثعالب مرة أخرى نهاية الموسم المنصرم. رمضان صبحي. واصل الجناح المصري الشاب رحلته في البريمير ليج بعد انتقاله إلى هادرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني قادما من ستوك سيتي الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. ويأمل صاحب 21 عام في الحصول على فرصة اللعب بشكل منظم خلال هذا الموسم بعدما عانى من تفاوت فترات مشاركاته مع ستوك سيتي على مدار موسمين، ظهر خلالهما في 46 مباراة وسجل 3 أهداف فقط. سفيان بوفال. توتر العلاقة بين صانع الألعاب المغربية ومدرب ساوثهامبتون مارك هيوز خلال الموسم الماضي كانت سبباً رئيسياً في إعارة اللاعب إلى سيلتا فيغو الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء. وكان صاحب 24 عاماً قد انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2016 قادماً من ليل الفرنسي، لكنه واجه صعوبة التأقلم مع أجواء البريمير ليج ولم ينجح في الظهور بمستويات جيدة، حيث سجل 4 أهداف فقط في 59 مباراة على مدار موسمين. رشيد غزال. جزائري جديد في صفوف ليستر سيتي، حيث انضم صاحب 26 عام إلى النادي الإنجليزي قادما من موناكو الفرنسي مقابل 14 مليون يورو وبعقد يمتد أربع سنوات لتعويض رحيل مواطنه رياض محرز إلى مانشستر سيتي. وأشارت صحيفة ميرور الإنجليزية أن التعاقد مع غزال جاء بناء على طلب مدرب الثعالب كلود بويل الذي يعرف إمكانيات اللاعب جيدا منذ أن كان مدربا لنادي ليون الفرنسي في وقت تواجد الجناح الجزائري في أكاديمية النادي الفرنسي. أشرف حكيمي. تعاقد ريال مدريد مع ألفارو أودريوزولا بالإضافة إلى تواجد داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن ضاعف من صعوبة مشاركة المدافع المغربي مع بطل أوروبا، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل عن الفريق، حيث نجح بوروسيا دورتموند في التعاقد مع صاحب 19 عام بشكل رسمي لمدة عامين على سبيل الإعارة. ومن المتوقع أن يجدد النادي الألماني مدة الإعارة بعد انتهاء العامين، لكن ريال مدريد لم يحدد في العقد شروط التجديد كما لم يضع بنداً بشأن البيع نهائياً. رياض محرز. بعد أشواط طويلة من المفاوضات استطاع مانشستر سيتي خلال هذا الصيف الحصول على خدمات النجم الجزائري قادماً من ليستر سيتي بناء على رغبة المدرب بيب غوارديولا الكبيرة في ضمه. وجاء تعاقد سكاي بلوز مع صاحب 27 عام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لخمس مواسم ليصبح بذلك هو اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي. من ناحية أخرى بدأ محرز مسيرته مع قطب مدينة مانشستر الأزرق بالتتويج بكأس الدرع الخيرية وعبر عن سعادته بذلك كما تمنى حصل المزيد من الألقاب مع بطل البريمير ليج فيما هو قادم. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة
ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.